فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على تصرية الغنم ما إذا دلس أحد عيبا في سيارة ثم ردها المشتري وقد استخدمها، فهل يجب عليه أن إذا كان استخدمها جاهلا بالعيب ولم يعلم به لم يسقط خياره لأنه ما رضي بالعيب، أما إذا استخدمها بعد ما علم بالعيب فإنه يسقط خياره لأن استخدامه لها بعد ما علم العيب رضا بها. نعم.